بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن حداد السقف السوري الإسلامي. في حالة إن حضرتك لم تستطع وضع بسكوت أو ما كانش في وقت لإن إحنا نعمل بسكوت، المفروض إن إحنا بنشتري بسكوت بلاستيك من أي موان وبنبدأ نشتغل بيه، أو بنعمل بسكوت في الموقع بيكون بسكوت أسمنتي وبنبدأ نشتغل بيه، أو إن إحنا بنعمل حاجة بسيطة خالص ألا وهي نجيب زلط او كسر رخام للاسف وبنبدا نحطه اسفل شبكه الحديد عشان نقدر نحقق الغطاء الخرساني، او اثناء الصب بنجيب عتله ونرفع الحديد ونحافظ على الغطاء الخرساني اسفل شبكه الحديد. طبعا الافضل في كل الحالات دي ان انا يبقى معايا البسكوت البلاستيك اللي انا بشتريه او بسكوت الاسمنتي اللي بعمله في الموقع، افضل من كل الكلام اللي قلناه دوت. لكن الكلام ده ممكن ننفذه في حالات ان ما كانش فيه وقت، او خلاص البامب جه، او اتعذر سبب ايا كان، ايا كان السبب لوضع البسكوت. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.